من يعني أهم المبادرات، بما أننا يعني بنتكلم عن غزة والدور الكبير اللي بيقوم بيه بنك الكساء، فمهم أننا نعرف تفاصيل أكتر عن الدور اللي بيقوم بيه بنك الكساء المصري في مساعدة أهلنا في غزة والقوافل اللي قدرت أنها توصل كمان ليهم. فتعالوا نرحب على التليفون بضيفتنا أستاذة منال صالح، الرئيس التنفيذي لبنك الكساء المصري. مساء الخير يا أستاذة منال. اهلا يا رغدة، اهلا يا رضوى، صباح الفل، ازيكم؟ صباح الفل لك، اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ ميرسي جدا على الاستضافه، وميرسي ان انتوا ادتونا فرصه ان احنا نقدم ونعرف الجمهور بينا، كتر الف خيركم. لا ده احنا اللي شكرا يعني البنك الكساء والدور الكبير اللي بيقوم بيه الحقيقه. ويمكن عايزين نبدا مع حضرتك بالمبادره اللي اطلقتوها لدعم اهلنا في غزه، وتحكي لنا عنها بالتفصيل. والله طبعا حضرتك عارفة ان احنا بنك الكساء المصري هو من المؤسسات القليلة المتخصصة جدا في نوع معين من الاغاثات، وهو الملابس والاغطية. احنا ما بنشتغلش في اي حاجة تانية، وده تخصصنا، وده خلانا شديدين بقى التخصص. يعني احنا بنمسك موضوع الكساء ده من اول الشراب لغاية سقط الشعر، فبالتالي بنقدر ان احنا نكون يعني توفير اضافي لاي اغاثة اخرى. فلو في مؤسسات بتبعت اكل بيقوموا يكلمنا عشان نبعت معاها اللبس والبطاطين، لو في مؤسسه بتعمل تعليم بتطلب مننا الملابس المدارس وزي المدرسه. وطبعا لما حصلت ماساه غزه وفلسطين المحتله وكلنا تفاعلنا معاها، كان في توجه يعني كل الكيانات اللي بتتحرك لغزه كانت بتتواصل معانا، سواء الهلال الاحمر المصري او التحالف الوطني، علشان احنا تخصصنا ده بيغطي يعني كميات كبيره جدا من الاحتياجات الانسانيه، سواء من اول مثلا مفارش المستشفيات، اغطيه المستشفيات، لبس الجاونز للمستشفيات، ثم الاغاثات بقى من ناحيه الاحذيه، من ناحيه الفوط، من ناحيه الملابس الداخليه، ثم طبعا مع دخله الشتاء بدات البطاطين تطلب واللحاف يطلب والجاكيتات الشتويه تطلب. فالحقيقه كنا من اوائل العربيات اللي دخلت غزه كانت اغاثات ليها علاقه بالملابس والمفروشات، ومن خلال تخصصنا ده كل الكيانات اللي كانت بتبعت كانت بتتواصل معنا عشان نقدر ان احنا نوفر هذه الاصناف اللي احنا متخصصين فيها، وعندنا ارصده استراتيجيه ليها دايما وارصده اغاثيه ليها دايما ومستعده للتحرك في اي وقت. عايز اسال حضرتك على فكره يعني تجميع طبعا كل الاحتياجات دي، ازاي كان بيتم تجميعها، وخصوصا انكم زي ما حضرتك قلتي كده كنتوا من اوائل يعني العربيات او القوافل اللي قدرت انها توصل غزه، فهل دي كانت حاجات يعني من قبل كده موجوده عندكم، ولا طلبتوا الناس انها تبدا تتبرع بيها، او سواء تبرعات عينيه او ماديه؟ بنك الكساء المصري عامة طول السنة بيتعامل مع 7 مجموعات من المستحقين، طلبة الجامعة والعرايس الأيتام والأيتام وطلبة المدارس، بس عندنا دايما بند اسمه الإغاثة، فدايما عندنا رصيد استراتيجي محطوط في المخازن، دايما لو نقص بنزوده، لو نقص بنزوده للإغاثة، لأن الإغاثة دي بتحصل في ثانية وبتحتاج تحرك فوري، مش هنستنى لغايه ما نجمع. فدايما فالحمد لله الرصيد الاستراتيجي للاغاثه كان متواجد، وعلشان كده احنا اتحركنا على طول يوم 10 ويوم 11 اول ما عربيات التحالف الوطني اتحركت، اتحركنا معاها على طول ب4 تريلات من الاصناف الاغاثيه اللي كانت موجوده. معاها بقى بالتوازي ابتدينا نطلب المصانع، اللي عنده فائض، اللي عنده اللي عايز يطلع حاجه لغزه، ابتدت المخازن عندنا تستقبل كميه رهيبه. واحب اخد الفرصه دي بجد 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 ان انا اشكر المجتمع الاعمال المصري وصناع الملابس وصناع المفروشات. انتوا مهما قلت لكم كميه الكرم وكميه الارسالات والحاجات اللي جات لنا، والله استحاله. احنا المخازن عندنا من يوم 10 11 اكتوبر لم تتوقف شغل 24 ساعه من استلامات. بجد يعني الكرم المصري فيما يخص المجتمع الاعمال في مصر والصناعه، الصناعه النسيجيه وصناعه الملابس، يعني فوق الوصف والخيال، واتحدى ان في اي مكان في العالم
عمل هذا الكم من التبرعات العينيه من الملابس المصريه. ده يخلينا نسال يعني استاذه منال عن ردود الافعال يعني من بدايه حرب غزه وتفاعل الافراد الشركات مع بنك الكساء. يعني طبعا طول السنه اكيد بتستقبلوا تبرعات، لكن مع الظروف الجديده للحرب اكيد حصل زياده في عدد التبرعات او اقبال الناس انها تتبرع. مهما حكيت لك من اول ناس في العمارات بتاعتها 3-4 عمارات جنب بعض جمعوا 40-50 بطانيه و40 50 شوال هدوم، لحد مدارس طلبت من اولياء الامور يجيبوا، لحد جامعات طلبت جامعه عملوا مع بعضهم حمله تجميع، لحد مصانع جمعوا بعض في اسكندريه كلهم 27 مصنع وجمعوا من بعض تريلات وتريلات. مهما اوصف لك على التفاعل اللي حصل بجد يعني لا عمري ما شفت، انا بقالي 7 سنين رئيس تنفيذي بنك الكساء المصري، انا عمري ما شفت هذا الكم من التفاعل وهذا الكم من الاقدام من كل الناس، الافراد والمصانع والمحلات والمصدرين كله 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 بعض. والشباب اللي بيبقوا يعني عايزين يتطوعوا ان هم يساهموا في التعبئه او التغليف او تجميع يعني المستلزمات معاكم في بنك الكساء بيقدروا يتوصلوا ليكم ويتواصلوا معاكم بسهوله اكيد. عن طريق الكول سنتر احنا يوميا عندنا متطوعين، جمعه وسبت عندنا متطوعين، كل في التحميل عندنا متطوعين، في التغليف والمقاسات وتقسيم المقاسات عندنا متطوعين، في الفرز عندنا متطوعين، احنا كل يوم بنستقبل متطوعين في المقر عندنا في المقاطع. جميل جدا. جميل. يعني اي حد حتى لو مش قادر يتبرع بفلوس بملابس يقدر يتطوع بمجهوده. بالظبط كده، يكلم الكول سنتر عندنا وينورنا في اي وقت، الباب مفتوح على طول. جميل جدا. جميل. طيب اكيد عملتوا دراسة برضو لاحتياجات اهلنا في غزة، يعني هل احنا قادرين نغطي احتياجاتهم ولا محتاجين اكتر كمان يا استاذة منال؟ طبعا قادرين الحمد لله، يعني مصر يعني كرمها كبير جدا ومواردها كثيرة والناس وعندنا جميع اصناف الصناعات وعندنا جميع اصناف الاغاثات موجودة، وعندنا طبعا مجتمع مدني بيشتغل في كل انواع الاغاثات من اول الادوية للمستلزمات الطبية للأطعمة طبعا لكل حاجة، فكله موجود وكله ومحدش متأخر، يعني التبرعات النقدية بتيجي علشان نشتري حاجات معينة. طبعا هما اللي حصل من يوم 10-11 اكتوبر لحد دلوقتي كل مرحلة بيبقى فيه احتياجات مختلفة عن المرحلة اللي بعديها. الأول خالص كان الطلب أكتر على اللحاف والبطانية علشان بيكونوا على الأرض طبعا بيتغطوا بيها حاجات يعني أساسية. لما ابتدت طبعا الدمار يزيد أكتر بقى فيه احتياج الملابس، فابتدت الملابس والأحذية تخش أكتر. لما ابتدى يبقى فيه قصف للمستشفيات ابتدى يبقى فيه بقى المفروشات بتاعت المستشفيات زي الملاية والبوط والسكربس للدكاترة، فكل مرحلة ليها احتياجات مختلفة. وفي الاول كان الاحتياج بس ان احنا نبعت حاجات غير مستعمله كلها جديده، فكل حاجه المصانع راحت، هتبتدي اكيد الاحتياج لاكثر اصناف اكثر واصناف اكثر كل مدى، لان طبعا غالبا احنا هيحتاجونا نقدم الاغاثات دي لفتره اكيد لان الظروف بتختلف اكيد. بالظبط بالظبط. استاذه منال، لو حد دلوقتي بيفكر اتبرع ماديا احسن ولا اتبرع بشكل عيني؟ يعني فيما طبعا يتعلق بالمساعدات لغزة، فحضرتك تقول لنا ايه او تنصحينا بايه او يعني ايه اللي هم محتاجينه اكتر واللي بيساعدكوا اكتر في بنك الكساء؟ والله انا بالنسبة لي اللي يجودوا بيه ربنا يكرم الجميع. التبرعات العينية مهمة جدا جدا، لان الملابس اللي بتجيلنا زي الكل ممكن احنا بنقوم على غسلها وصبغتها وتصليحها وتغيير فساتها، فالملابس اللي بتجيلنا العينية بأي حال من الأحوال هنطلعها تبقى زي الكل وجديدة لانج برضه. والنقدي مهم جدا، لأن مش كل حاجة بتيجي عين، حاجة زي ما الفوط الملايات المستشفيات الكروكس بتاعت الممرضات الكروكس بتاعت الدكاترة، ففي حاجات مش بتجيلنا عيني، فطبعا بنحتاج التبرع النقدي عشان نصنعها، واحنا عندنا خطوط انتاج ومصانع صغيره بنقدر نصنع فيها الحاجات النواقص اللي ما بتجيلناش عيني.
هنعرف رحلة الملابس في بنك الكساء من يعني لحظة التبرع لحظة وصولها للمحتاج أو لغير القادر. يعني هيكون معانا إيمان سلام مدير التسويق والعلاقات العامة في بنك الكساء. يا أستاذة منال، وإحنا بنشكرك شكرا جزيلا على تليفونك معانا، ودايما بنك الكساء رائد في مجال الملابس يعني، ويعني كل المبادرات اللي تتعلق بالملابس و مستلزمات يعني صناعات الملابس. احنا بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا استاذه منال، ميرسي جدا 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 على الاستضافه، واشكركم من كل قلبي. شكرا لحضرتك. شكرا ليكي، مجهود كبير ورائع يعني بيبذله بنك الكساء، ويعني وكل ده بمجهود المتبرعين والمتطوعين. صحيح. يعني كمان والقائمين على بنك الكساء.